ينضم إلينا الآن من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج. أهلا بك معنا دكتور عدنان، ونبدأ معك بقراءة عامة للتطورات الميدانية في المنطقة المرتبطة بغزة، خاصة ما حصل في خليج عدن من استهداف الحوثيين للمدمرة الأمريكية. في أي سياق يمكن أن نضع ذلك بداية؟ أي سياق؟ عفواً السؤال، أي سياق الأخير؟ هل تريد أن أعيد السؤال دكتور عدنان؟ لا، فقط المقطع الأخير، أي سياق؟ نعم، في أي سياق تضع تلك التطورات الإقليمية الميدانية التي تحصل في المنطقة، آخرها ما قام به الحوثيين أو الحوثيون في خليج عدن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام وشكرا على هذه الاستضافة. تعلمين أن موضوع غزة موضوع ليس بالحدث المحلي يتعلق بغزة حصرا، إنما هو موضوع يتعلق بأصل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني العربي مع إسرائيل، وبالتالي لابد أن تكون لهذه الأزمة تداعيات. هذه التداعيات قد تأخذ أشكال مختلفة في مسائل تتعلق بالتعامل مع هذا الحدث. سابقا كان هناك نوع من الاتفاقات العربية لدعم الأمن العربي، اليوم هذه الاتفاقيات تجدها تتخذ إجراءات أخرى وتوجهات أخرى تختلف سابقا عن ما كان يمكن أن يجري، لكن برز لدينا مشروع آخر، هذا المشروع يدعو إلى مقاومة الاحتلال أو ما شابه ذلك، وبالتالي الأوراق اختلطت بعض الشيء، لكن في نفس الوقت مأساة غزة لابد أن تترك تداعياتها على المنطقة إجمالا، بما فيها الشرق الأوسط، بما فيها الشرق الأدنى، بما فيها حتى روسيا وأمريكا والعلاقات بين الطرفين لو توسعت الحرب. لا أمريكا ولا العراق ولا إيران ولا روسيا ولا أي دولة في العالم اليوم تقبل بأن تتوسع الحرب، وبالتالي تجدين هذه الثنائية تنعكس بشكل واضح على الموقف العراقي. أنا أتصور اليوم ما يحصل من تطورات على الساحة العراقية من قصف متبادل بين الأمريكان وبين الفصائل، ما يحصل في اليمن من صواريخ تضرب باليستية من هنا وهناك يؤثر تأثيرا مباشرا ونقطة تشكل نقطة تطور جديد تحمل خطورات كثيرة. الحكومة العراقية تريد أن تنأى بنفسها عن هذه الجدلية، تريد أن تخبر وتضغط على الأمريكان وأيضا على الأوروبيين بأن العراق هو حساس، موقفه حساس، هو في قلب الشرق الأوسط، وبذلك أي توسع في المعارك يمكن أن تلتهب المنطقة، إمدادات النفط يمكن أن تتعرض للخطر. طيب كما يحصل اليوم أيضا الحالة الأمنية يمكن تكون هناك نوع من الاضطرابات، نعم. يمكن أن تدخل إيران المعركة، يمكن حزب الله، يمكن أي أمور أخرى، لذلك العراق حريص على أن يتخذ موقفا داعما لفلسطين ولكنه ليس داعما للحرب، يريد إيقاف الحرب، يريد الضغط على أمريكا ولا على إيقاف هذه الحرب الهبجية التي تشنها إسرائيل ضد غزة. وأنا أعتقد اليوم المنطقة بين قوسين، الأمريكان والأوروبيين في تقديري بدأوا يتراجعون عن موقفهم المنحاز، ولو لا زال منحازا على أقل تقدير الموقف الذي يعطي المطلق في مسائل تتعلق بالقبول بالحملة الإسرائيلية الصهيونية على غزة، وهذا يعتبر مؤشر في تقديري جيد. ولكن مؤشرات الصواريخ المتقابلة والتهديد الأمريكي اليوم بأنه إذا وجهت أي يعني مواجهات أو وجهت أي صواريخ أو طائرات مسيرة إلى القواعد الأمريكية في سوريا والعراق فإن الأمريكان سوف يردون، وكذلك على اليمن. هذا أنا في تقديري أعتبره تطور خطير قد يؤدي إلى حالة يعني بداية لتوسع المعركة. الكثير والكثير من النقاط في سيد عدنان، واستثمارا للوقت دعنا نفصل في بعض مما ذكرت. قلت أن جميع الأطراف في المنطقة وأيضا الأطراف الدولية غير معنية بتوسيع دائرة الحرب، ورأينا موقف واشنطن في هذا الإطار منذ اليوم الأول، لكن قد يتساءل البعض ماذا عن وصول حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور إلى الخليج العربي قبل نحو 10 ساعات؟ هل هذه الرسائل تتعلق بالردع لعدم توسع الحرب أم لا؟ تلويح عسكري بالفعل قد يوسع هذه الحرب.
نعم، هذا سؤال مهم جدا ودقيق جدا وأيضا مهم في تقديري. هذه الدراسة التي يمكن من خلالها أن نستوعب العملية التي تقوم بها أمريكا، تعلمين أمريكا أرسلت أكثر من حاملتين طائرتين إلى الخليج قبل بدء المعارك أو مع بدء المعارك في غزة، وكذلك أرسلت حاملات جنود وأرسلت جنود إلى قريبين على تلك المنطقة. أتصور أمريكا فعلا لا تريد توسيع الحرب، هذه شيء مسلم منها، ولكنها في نفس الوقت هي تريد أن ترسل رسائل إلى القوى الأخرى بأن التدخل أو توسع المعركة سوف تكون الولايات المتحدة ليس جزءا منها، إنما هو عنصر ضاغط على الجهات التي تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة. لذلك تفصل كثيرا بين ما يحصل في غزة وبين مصالحها، وهي حرب تكلمت بشكل واضح بهذا الاتجاه. لذلك هذا من الدهاء السياسي الأمريكي ومن السياسة التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تقول بأن الأهداف هي أهداف أمريكية ومصالح أمريكية، وبأن القوات الموجودة هي قوات قتالية، وبالتالي أي استهداف لها سيكون هناك رد من الجانب الأمريكي دون التعرض إلى أن أصل هذه المسألة أو أصل الاستهدافات الأمريكية هو لتوجيه الضغط على الأمريكان من أجل إيقاف الحملة الصهيونية على غزة. هذه شوفي جدلية يمكن أن تدرس بعناية أكثر. لا تصور إرسال هذه يعني مدبّة أيزنهاور وقبلها يعني كارتر وغيرها، لا يمكن أن تعطي نتائج بتوسع الحرب في تقديري طبعا، ولكن أنا أتصور اليوم إسرائيل اللي استمرت في غيها واستمرت في عدوانها ما بعد الهدنة، هناك ضغوطات واضحة بأن الغرب يريد تمديد الهدنة ويريد تسويف الموضوع إلى الانتهاء من هذا الملف، لكن إسرائيل إن استمرت في يعني أنجهيتها وعدوانها على غزة، أنا أتصور الأمور يحتاج إلى دراسة أخرى وتوقف آخر على مسألة توسع الحرب، قد تفلت الأمور من يد أمريكا والمنطقة. أشكرك جزيل الشكر رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج، كنت معنا من بغداد، شكرا لك.